برعاية جامعة فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي متابعي برنامج أنا توجيهي، طلاب الثانويات العامة عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية في هذا الرابط المشترك في برنامج أنا توجيهي. سنتكلم وإياكم، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن مادة الأحياء العلوم الحياتية للفرع العلمي، ويسعدنا أن نرحب من جديد بالأستاذ الفاضل. أهلا وسهلا بك أستاذي إبراهيم إدعيج، أهلا بحضرتك. حياك الله وبجميع أبنائنا الطلبة والمشاهدين الكرام. شرفنا. يعني تكلمنا في الحلقة السابعة عن الوحدة الثانية، وكانت شوية نوعا ما صعبة وفيها بعض القوانين والاشتقاقات، ولكن عملية التعويض عملية سهلة وبسيطة على بركة الله. نبدأ بإذن الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا في هذه الوحدة الوراثة بتتكون من ثلاث فصول. الفصل الأول بتحدث عن قانونا مندل في الوراثة، طبعا وهن يعني بسيطات ما فيش فيهن أي مشكلة. الوراثة حقا يعني تيجي أسئلة الوراثة بشكل قوي جدا من اللي هو الفصل الثاني صفات غير مندلية، وهو الحق نتطرق له إن شاء الله رب العالمين بشكل مفصل في هذا اللقاء بإذن الله. نبدأ طبعا على بركة الله في قانون مندل الأول. قانون مندل الأول يتحدث عن طبعا بنسميه انعزال الصفات. مندل الأول، لو جينا الآن نضرب مع بعض. في عنا قانون مندل الأول انعزال الصفات، بيقول زوج العوامل أو الجينات للصفة الواحدة ينفصل عند تكوين الجاميطات في عملية الانقسام المنصف. طبعا عندي أنه كيف يعني الإنسان على سبيل المثال تحتوي نواة الخلية على 46 كروموسوم. نعم. هذا معروف أنه الإنسان تحتوي نواة الخلية على 46 كروموسوم. نعم. الإنسان بيكون أخذ 23 زوج من الكروموسومات، أو 23 كروموسوم من الأب و 23 كروموسوم من الأم. نعم. لو إجينا الآن رتبنا الكروموسومات اللي إحنا أخذناها من الأب، حلاقي أنه كل كروموسوم أنا أخذته من الأب في له كروموسوم مناظر أنا أخذته من الأم. كروموسوم رقم واحد في 1871 جين، حلاقي أنه في كروموسوم مناظر اللي هو أنا أخذته من الأم يحتوي على 1871 جين. نعم. طيب كل جين أو كل صفة مسؤول عنها جينين، باخذ جين من الأب وجين من الأم، فبالتالي نعم. الصفة مسؤول عنها اللي هو جينين، بكون أنا أخذت واحد من الأب وواحد من الأم. من الأم. طب كيف عملية الانقسام المنصف، كيف عملية تكوين الجاميطات بتصير؟ لما يكبر الإنسان ويكون جاميطات خلايا تناسلية سواء في الذكر أو الأنثى بيصير انقسام منصف. تيجي عندنا الكروموسومات تنتظم على شكل أزواج متناظرة، أزواج متقابلة. طبعا الكروموسومات اللي بتحمل جينات نفس الصفات بتنتظم قبال بعض. فإذا مثلا على سبيل المثال هنا يوجد A كابيتال، حلاقي مثلا الكروموسوم اللي بيجي يحمل جين نفس الصفة مقابل له، إذا هن مثلا صفة الطول حلاقي مثلا جين صفة الطول. طب لما تيجي خيوط المغزل الآن تشد وتسحب عشان أكون خلايا تناسلية عشان نحافظ على ثبات العدد الكروموسومي، حلاقي أنه نصف الكروموسومات انشد فوق والنصف الآخر انشد في القطب السفلي، فبالتالي زوج العوامل أو الجينات للصفة الواحدة في هذا القطب راح عندي مثلا A كابيتال للصفة الثانية T كابيتال، ومثلا فين اللي هو A سمول وعلى سبيل المثال T سمول، فبالتالي زوج العوامل أو الجينات للصفة الواحدة انفصل عند تكوين الجاميطات في عملية الانقسام المنصف. إذن A كابيتال انفصل عن A سمول، T كابيتال انفصل عن T سمول، فبالتالي طبعا من هان بيجي ايش نص قانون مندل الاول اللي هو زوج العوامل او الجينات للصفه الواحده ينفصل عند تكوين الجاميطات في عمليه الانقسام المنصف. لو اجينا سؤال ونشوف اجابته طبعا مع بعض، في نبات البازلاء جين طول الساق تي كابيتال يسود على قصر الساق تي سمول، أوجد الجيل الأول والثاني الناتج من تهجين
نبات طويل متماثل الجينات مع نبات قصير الساق. طيب لو عرضنا أول المخطط، طبعا نشوف المخطط الأول اللي هو إجابة السؤال في الشكل الأول الموجود معنا. الشكل الأول يا ريت المخرج يعطينا إياه. أعطينا الشكل الأول أساسا نشوف إجابة هذا السؤال. قانون مندل واحد. تمام إن شاء الله. طبعا الصفة السائدة يا بتكون نقية يا بتكون غير نقية. فهو هان حدد لي قال لي نقية، ما دام نقية يعني تي كابيتال تي كابيتال. نعم. فزي ما احنا شايفين قالنا هو طويل الساق نقي طبعا تي كابيتال تي كابيتال مع قصير الساق تي سمول تي سمول. نعم. الآن لما تتكون قميطات حيتكون عندي نوعين، نوع واحد من القميطات في كل حالة، ما دام تي كابيتال تي كابيتال باخذ واحد منهن للقميطات، وتي سمول تي سمول باخذ واحد منهن. لما اهجنهن على اساس اوجد اللي هو الجيل الاول، حيطلع الجيل الاول كله معاي تي كابيتال تي سمول. الان تي كابيتال تي سمول ايش الطرز الشكلي له؟ طبعا طويل الساق. لو اجينا زوجنا الجيل يعني بدي اوجد الجيل الثاني، لما يقول لي الجيل الثاني فمعناته انا بدي ازاوج افراد الجيل الاول مع بعضها البعض، بدي ازاوج طويل الساق مع طويل الساق تي كابيتال تي سمول مع تي كابيتال تي سمول. القميطات هنا تختلف عن بعضها، فباخذ الجهتين، باخذ تي كابيتال وباخذ تي سمول. فبالتالي لما اجي ازاوج حيتكون معي تي كابيتال تي كابيتال، نعم، تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تي سمول، تي سمول تي سمول. فبالتالي حيكون معنا اللي هو ثلاثة طويل الى واحد قصير. فمندل الاول نسبة الجيل الثاني اللي هو ايش حتطلع معنا؟ ثلاثة الى واحد. لو جينا على سؤال اخر على نفس النمط بس عشان الطالب يتعود على اللي هو السؤال، لو قلنا مثلا في نوع من الاغنام جين الصوف البني بي كابيتال يسود على الاصفر بي سمول، اجري تزاوج بين ذكر بني مع أنثى صفراء، فكان الناتج بنسبة واحد بني إلى واحد أصفر. نعم. حدد الطرز الجيني للآباء والأبناء. إذا نعيد السؤال بشكل سريع، أنه في نوع من الأغنام جين لون الصوف البني بي كابيتال يسود على الأصفر بي سمول، عندي أجري تزاوج، هو قال لي أجري تزاوج بين ذكر بني، طبعا هشغل الذكر بني مع أنثى صفراء. لازم أنا أكون عارف، بدي أعمل في احتياطاتي أو حسابي أنه الصفة السائدة هنا هي البني، فالبني يبدو يكون سائد نقي تماثل الجينات يا سائد غير نقي. الأصفر ما هو متنحي بي سمول بي سمول، فباجي الأنثى الصفراء فيش عنده مشكلة، على طول بحطها بي سمول بي سمول. الآن أنا بدي أختار ما بين الصفة السائدة النقية أو الصفة السائدة غير النقية في الأب. طب كيف بدي أختار؟ مش على كيف طبعا، بناء على الأبناء. قلنا خلفوا واحد بني إلى واحد أصفر، مدام خلفوا واحد أصفر بي سمول بي سمول معناته بدي أخذ بي سمول من الأب وبي سمول من الأم. فبينفعش يكون الاب بي كابيتال بي كابيتال، لانه لو كان بي كابيتال بي كابيتال كل النسل الناتج بيطلع بني، فبالتالي بقول بي كابيتال بي سمول. ها الاب لازم يكون بي كابيتال بي سمول. بنيجي هذه بي بسميها، نيجي على القاميطات جي نفصل بينهم، هاي بي كابيتال وانا باخذ بي سمول، فنيجي نزاوج هاي الاف بي كابيتال بي سمول وهاي بي سمول بي سمول، هاي بني واحد إلى أصفر واحد، وهكذا اللي هي بتيجي النسبة معنا في هذه الحالة. تمام، هذا بالنسبة لقانون مندل الأول. فإذا حالات مندل الأول لازم أكون أنا عارفها، ثلاثة لواحد الأبوين بيكون سائدين غير نقيات، واحد لواحد بيكون أحد الأبوين سائد غير نقي والأب الآخر اللي هو متنحي. لو نيجي الآن مع بعض على قانون مندل الثاني. نعم،
مندل الثاني اللي هو طبعا التوزيع المستقل، قانون مندل الثاني اللي هو عندنا التوزيع المستقل. نعم. بنص طبعا انه لو فتحنا صفحة طبعا عندنا 76 بقول اذا تزاوج فردان مختلفان، طبعا حيكون نقيان، مختلفان في زوجين او اكثر من الصفات المتضادة، فان صفتي كل زوج طبعا او فان كل زوج من هذه الصفات يورث مستقلا عن غيره من ازواج الصفات المتضادة الاخرى، وتورث كل صفة حسب قانون مندل الاول اي بنسبة 3 سائد الى 1 متنحي. نعم. نشوف الشكل الثاني لو معنا على اساس الثاني. بالضبط. نعم. على اساس نشوف كيف يعني مندل الثاني وكيف نتعامل مع مندل الثاني ونحل سؤال وننتقل طبعا باذن الله على لا هذه الجينات القاتله، ناخذ الشكل الثاني البازلاء. شكل البازلاء، شكل البازلاء لو انتقلنا على شكل البازلاء قرون البازلاء هذا. نعم. بدلنا على مندل الثاني طبعا. بالضبط. الان مندل درس اللي هو صفتين، فاخذ طبعا قرون خضراء وملساء. نعم. ها مستخدم، هم قال لك مستخدم الرمزين ار كابيتال وار سمول لشكل القرون طبعا ملساء او مجعده، والرمزين جي كابيتال وجي سمول للون القرون. فقرون خضراء طبعا جي كابيتال جي كابيتال، ملساء ار كابيتال ار كابيتال. نعم. الصفه المتنحيه لها صفراء ومجعده، ار سمول ار سمول جي سمول جي سمول. فنيجي الان ناخذ الجاميطات، لما ناخذ الجاميطات من كل جينين بناخذ جين واحد، فار كابيتال جي كابيتال من زوجها مع R small G small حيطلع معنا في الجيل الأول كله R capital R small G capital G small. طيب الآن القرون خضراء وملساء، لو جينا زوجنا أفراد الجيل الأول بتصير في هذه الحالة هي B2، قرون خضراء وملساء، قرون خضراء وملساء زوجناها، كل أب حيعطينا أربع أنواع من الجاميطات، هي R capital G capital R capital G small R small G capital R small G small، واحتمال كل جاميط هو ربع. طيب نشوف الشكل مباشرة اللي بعده. لو زوجنا اللي هي أفراد الجيل الأول مع بعضها البعض، نشوف الآن إيش اللي بدي يظهر معنا. نعم. نغير على الشكل الذي يلي مباشرة. ثلاثة مندل ثلاثة. بالضبط، يعني في عنا اللي هو الشكل الذي يلي هذا الشكل. نعم. طبعا بالضبط هاي عنا الجاميطات الآن وزوجناهن. طبعا هو مش مكمل التزاوج هان تركه للطالب، ولكن بدك تعرف أنه مثلا R capital G capital مع R capital G capital حيعطيني R capital R capital G capital G capital اللي وراه مباشرة R capital R capital G capital G small. نعم. اللي بعده R capital R small G capital G capital وهكذا دواليك. فبالتالي لو كملنا الجدول أو كمل الطالب الجدول حيطلع معنا في هذه الحالة نسبة 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1. حيطلع معنا طبعا قرون خضراء ملساء تسعة على 16، خضراء مجعدة ثلاثة على 16. طبعا في عنا إلا هو قرون صفراء ملساء 3 على 16 وقرون صفراء مجعدة هيطلع معنا 1 على 16. إذن هذه النسبة. الآن اللي بهمنا من في هذه الحالة أنه أنا لو أجيت درست صفة اللون الأخضر، قلت أخضر إلى أصفر، نشوف قديش النسبة. عد معنا الأخضر لحاله 9 و 3 طبعا 12 على 16. نعم. الأصفر 4 على 16 نختصرهن تطلع معنا النسبة 3 إلى 1. لو جينا أخذنا اللي هو الملساء مع المجعدة، الملساء برضو حتطلع معنا 12 على 16 وهذا حتطلع معنا 4 على 16، لو اختصرناهن حتعطينا النسبة 3 إلى 1. فهنا كنا يعني احنا لو جينا زوجنا على سبيل المثال R capital R capital مع R small R small. نعم. حيطلع معنا الجيل الأول R capital R small كله ملساء. لو زوجت R capital R small مع R capital R small حيعطيني في هذه الحالة 3 إلى 1. حيعطيني 3 إلى 1. لو أخذنا الصفة الثانية
أخضر مع أصفر، جي كابيتال جي كابيتال مع جي سمول جي سمول، فبالتالي برضو حيعطيني 3 لـ1. فهنا إن شاء الله عنده 100 صفة، كل صفة تورث إله إيش بشكل مستقل عن غيرها من أزواج الصفات المتضادة الأخرى. نأخذ بس سؤال صغير وننتقل على اللي هو الصفات غير المندلية، وهذا الحقيقة اللي بهمنا. لو جينا على سؤال صغير مثلا اللي هو بنقول مثلا في نوع من العصافير لون الريش الأحمر R capital والأزرق R small وطول العرف T capital وقصر العرف T small أجري تزاوج بين ذكر أحمر الريش قصير العرف مع أنثى زرقاء طويلة العرف، فكان الناتج بنسبة 1 أحمر الريش طويل العرف إلى 1 أحمر الريش قصير العرف إلى 1 أزرق الريش طويل العرف إلى 1 أزرق الريش قصير العرف. حدد الطرز الجيني للآباء والأبناء. طيب إذا نعيد السؤال مع بعض، إنه في نوع من العصافير لون الريش الأحمر R capital والأزرق R small، يعني الأحمر سائد على الأزرق، طول العرف T capital وقصر العرف T small، أجري تزاوج بين ذكر. الآن أنا بفضل دائما نكتب الطرز الشكلي للآباء قبل ما نبدأ في الحل. قلنا أجري تزاوج بين ذكر أحمر الريش قصير العرف مع أنثى زرقاء الريش طويلة العرف. باجي بقول طبعا بنمسك صفة صفة هنا. بنمسك صفة اللي هو أول إشي الأحمر، أنا لازم أكون عارف النسب المندلية 3 لـ1 و1 لـ1. فنيجي نقول عندي أحمر إلى أزرق في الأبناء، نعد قديش في أحمر، هاي 1 2 أزرق 2، يعني النسبة 1 إلى 1. ما دام النسبة 1 إلى 1 معناته في عندنا أحد الآباء سائد غير نقي والأب الآخر متنحي، هذا لازم نكون احنا عارفينها. طب أنا عندي الأزرق ما هو معروف R small R small، معناته الأحمر في هذا الحال بده يكون R capital R small عشان يجيب 1 لـ1، عشان تكون النسبة 1 لـ1. نيجي على الصفة الثانية، طويل إلى قصير، طويل إلى قصير، نعد مع بعض قديش في عندي طويل، هاي 1 وهاي 1 2 طويل، قصير 2، يعني النسبة 1 إلى 1. برضو مدام 1 إلى 1 معناته أنا بدي زاوج سائد غير نقي مع متنحي. طب القصير ما هو معروف الصفة المتنحية دائما نقية، الطويل بده يكون تي كابيتال تي كابيتال ولا تي كابيتال تي سمول؟ طبعا بده يكون تي كابيتال تي سمول على أساس تطلع معي النسبة 1 إلى 1. فنشوف الآن القاميطات، هذه بقول عنها بي، خلصنا طبعا من النسب هذه وأوجدناها. نكمل الآن حل السؤال، هذه بسميها بي بيرنتس. نيجي على القاميطات، القاميطات الآن معنا R capital ومعنا R small ومن T small T small باخذ واحدة، فكيف بدي أوجد القاميطات؟ R capital بجيبها مع T small و R small مع T small. نيجي على الأب الثاني، في عندي R small باخذ واحدة منهن T capital و T small، بقول ها هذه طبعا طريقة لإيجاد القاميطات مش القاميطات، R small T capital R small T small، إذا هذا R capital T small و R small T small، هذا R small T capital و R small T small. الآن بنزاوج الأف الناتج R capital R small T capital T small R capital R small T small T small
ار سمول ار سمول تي كابيتال تي سمول وار سمول ار سمول تي سمول تي سمول. اذا هاي احمر طويل، احمر قصير، نعم، ازرق طويل، ازرق قصير بنسبة واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد، وهيك تطبق معانا اللي هو قانون مندل الثاني. طبعا الحالات المختلفة الآن نقدر نحلها بناء على ما هو موجود لدينا. ننتقل الآن وهذا المهم طبعا على اللي هو الفصل الثاني، صفات غير مندلية. إن شاء الله سننتقل ولكن بعد فصل قصير. ابقوا معنا ومادة العلوم الحياتية مع الأستاذ إبراهيم الدغيش بعد هذا الفصل. إن شاء الله. برنامج مخصص لطلاب الثانوية العامة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد في برنامج أنا توجيه ومراجعة سريعة لمادة الأحياء مع الأستاذ إبراهيم الدعيج. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذنا. حياك الله يا سيدو، طبعا بأبنائنا الطلبة إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل الآن على المهم الصحيح اللي بيواجه فيه الطلبة بعض المشاكل، اللي هو الفصل الثاني صفات غير مندلية. هي الصفات لا تنطبق عليها النسب المندلية. نعم. يعني نسبة 3:1 و1 لواحد اللي شفناها ما بتنطبق عليها. فنأخذ أول حالة من هذه الحالات، حالة السيادة غير التامة. طبعا حالة وراثية لا يكون فيها أحد الجينات سائدا على الجين المشابه له في الترتيب الأليل، وتظهر صفة وسطى بينهما حسب الطرز الجيني للأبوين. لما جينا على نبات فم السمكة، احنا زوجنا نبات أحمر مع نبات أبيض الأزهار. لو كان هذه الحالة مندلية حيظهر معانا يا إما كل الناتج أحمر، يا نص الناتج أحمر إلى نص الناتج أبيض. ولكن من التزاوج ظهر معانا اللون وردي زهري. طب إيش القصة؟ ليش ظهر معانا اللون زهري؟ السبب كالآتي، إنه لما اجتمع الجينين، جين الأحمر وجين الأزهر في هذا النبات، لم يسد أي منهما على الآخر. نعم. إنما كل منهما إيش؟ ساد وأظهر جزء من صفته. فبالتالي ظهرت صفة، يعني امتزج اللون الأحمر مع اللون الأبيض، كل منهما أظهر صفته. فامتزج الأحمر مع الأبيض وظهرت إيش؟ اللي هي الصفة الوسطى، اللون الزهري. فبالتالي مدام إنه الأحمر ساد برمز له بالكابيتال، ومدام الأبيض ساد وأظهر صفته برضو برمز له بالكابيتال. نعم. فنشوف الآن في نبات فم السمكة اللون الأحمر R كابيتال والأبيض W كابيتال، ويظهر اللون الوردي اللي هو الزهري عند اجتماع الجينين معا، يعني ار دبليو. طيب اوجد الجيل الاول والثاني الناتج من تهجين نبات احمر مع ابيض. بقول انا عندي نبات احمر مع نبات ابيض. يا ريت نشوف الشكل الموجود مرفق معنا طبعا الأزهر. على بالضبط اللي هي اللون الازهار النبات. نعم، لون ازهار نبات فم السمكه.
صفحة 82 طبعا احنا والطلاب مع بعض نشوفها بالضبط هاي الشكل. فنشوف الآن الأحمر زي ما قلنا R capital R capital. الأبيض WW. لما أجي أخذ قميطات حيطلع معي R وواحد حيطلع معي إيش من الأب الآخر W. لما أجي أهجنهم مع بعض لاحظ معي أنه RW RW. فنشوف هاي اللون أحمر واللون أبيض. نشوف الآن اللي هو اللون إيش اللي ظهر، هو صفة وسطى ما بين الصفتين. فظهر معنا اللون اللي هو إيش الوردي. نكمل نشوف الآن لو جينا زوجنا وردي مع وردي إيش بنتوقع اللي هو يظهر معنا. نشوف الشكل الثاني مباشرة. ممتاز. هاي زوجنا وردي مع وردي، RW مع RW. طبعا أخذنا R لحال و W لحال القاميطات من الأبوين، هجناهم مع بعض، ظهر معنا R capital R capital واحد أحمر، ظهر معنا اثنين وردي RW RW، وظهر معنا واحد أبيض WW. إذن هذا إيش؟ هذه نسبة أو حالة السيادة غير التامة، أنه إذا اجتمع جينين لا يسود أي منهما على الآخر. طيب نشوف الآن زي ما زوجنا طبعا هذا السؤال حليناه، نشوف لنا مثال على حالة السيادة غير التامة. لو جينا طبعا على اللي هو سؤال قالنا في الدجاج الأندلسي مثلا اللون الأسود بكابيتال والأبيض W كابيتال ويظهر اللون الأزرق عند اجتماع الجينين معا، أوجد الجيل الأول والثاني الناتج من تهجين ديك مثلا أسود مع دجاجة بيضة. طيب هنا طبعا هذا تطبيق مباشر للقانون، لقانون من ده اللي هي السيادة غير التامة. باجي بقول عند الديك أسود يعني بي كابيتال بي كابيتال. طبعا أنا لازم أكون على جهة وحاط احتياطاتي أنه بدي أقول بدي أكتب الطرز دائما، هذا أفضل طريقة للحل. أنه باجي بقول عند الأسود بي كابيتال بي كابيتال، الأبيض W كابيتال دي W كابيتال، الأزرق حيكون بي W. فيعني إذا أنا وضعت هذه الأشياء على جهة اللي هو الطرز الجيني للأفراد، ومدام عندي ثلاث طرز شكلية معناته سيادة غير تامة. ثلاث طرز شكلية سيادة غير تامة، لأنه لو كان عندي طرزين بتكون سيادة تامة. فباجي بقول أنا هجنت بي كابيتال بي كابيتال ديك مع الدجاجة اللي هي بيضاء دبليو دبليو، هذه بسميها بي واحد. نيجي على جي واحد القاميطات، طبعا باخذ واحد منها لما يكونوا متماثلات. وهنا باخذ دبليو، فنيجي على اف واحد حيطلع بي دبليو كله أزرق. نيجي على بي تو، بدنا نزاوج بي دبليو مع بي دبليو. القاميطات الجيل الثاني هاي بي دبليو بي دبليو. نشوف الآن إيش الأف تول بده يكون معانا، بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال دبليو ودبليو دبليو. هاي واحد أسود اثنين أزرق واحد أبيض. إذن هذا بالنسبة ل اللي هي السيادة غير التامة. كيف بستدل على السيادة غير التامة؟ إنه نسبة واحد لاثنين لواحد في الجيل الثاني، أو إنه إيش تظهر الأفراد بثلاث طرز شكلية بيكون واحد منها اللي هو صفة وسطى. ننتقل على الموضوع اللي بعده اللي هو الجينات القاتلة. نشوف موضوع الجينات القاتلة.
طبعا تعريف الجينات القاتلة احنا عارفين انه هي عبارة عن جينات طفرة سائدة او متنحية. هذه الطفرة بتتسبب في عدم انتاج مادة اساسية للحياة. هذه المادة بتؤدي او عدم انتاج هذه المادة بيؤدي الى موت الفرد وهو جنين او بعد ما ينولد او في مراحل الحياة اللاحقة زي ما هنشوف. طب لو اجينا مثال عساس نفهم بس الموضوع، ناخذ مثال انه في عندي فئران، لو شفنا الشكل طبعا المرفق معانا بالضبط، في الفئران في عندي فئران رمادية وفي فئران صفراء. أجريت التزاوجات الآتية، رمادي مع رمادي أعطاني الجيل الأول رمادي وهان ما في مشكلة بالمرة. زوجنا رمادي مع أصفر أعطاني نص النسل الناتج أصفر ونص رمادي، برضو ما فيش مشكلة. لكن المشكلة كانت إلا هو في جيم، زوجنا أصفر مع أصفر أعطاني 2 أصفر إلى 1 رمادي. فحقيقة يعني طب أصوله يكون 3 لـ1 لأنه عندك البنتج 4 أفراد، طب ليش ظهر 2 لـ1؟ معناته في إشي انفقد، في إشي في النسل انفقد. نشوف الآن إيش تفسير. هنا ملاحظة أستاذ، يعني رمادي في رمادي أعطاني رمادي، مش مشكلة، أصفر في أصفر أعطاني أرقام مختلفة، رمادي مع أصفر أعطاني 1 أصفر لـ1 رمادي. ولكن المشكلة يا أستاذ ماهر وين؟ في جين أصول يعطيني 3 أصفر لـ1 رمادي. لكن 2 أصفر لـ1 رمادي هنا في مشكلة، يعني في إشي تم فقده، مزبوط ولا لا؟ طب نشوف مع بعض الآن إيش تفسير الشغلة هذه. أنا زوجت أصفر، نفترض مثلا الأصفر واي كابيتال واي سمول مع واي كابيتال واي سمول، أصول كن مثلا معي واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول واي سمول واي سمول، أصول كن معي 3 أصفر إلى 1 رمادي. طيب ليش ظهر معي 2 أصفر إلى 1 رمادي؟ لما بحثوا وجدوا أن ربع النسل الناتج الأصفر النقي هذا ميت في رحم الأم. إذن الأصفر النقي مات وين؟ في رحم الأم. بدنا نشوف نفسر ليش الأصفر النقي مات في رحم الأم. طبعا العلماء بيرقموا الكروموسومات بالأحرف، يعني مثلا ما بيجي يقول كروموسوم رقم 1 و2 و3، بيقول كروموسوم نمبر A نمبر B نمبر C. فاكتشفوا أنه صفة اللون في الفئران محمولة على كروموسوم نمبر A يعني رقم 1. فكون الأصفر يسود مظهريا قالوا بنرمز للأصفر A capital Y أصفر و A capital لحاله رمادي. تمام. إذن الأصفر A capital Y ممكن في الامتحان نستعيض، يعني نقول A capital و A small ما بتفرقش معانا، يعني مهم انك تفسر لنا الحالة. فنيجي اكتشفوا انه الأصفر بيصنع مادتين، بيصنع انزيم اللون الأصفر، والرمادي بيصنع انزيم اللون الرمادي. انزيم الأصفر من ناحية مظهرية بيجي هو بيلتصق على الخلايا الصبغية وبيسود على انزيم اللون الرمادي. فاذا الاصفر مظهريا يسود على الرمادي. لكن الحاجه الثانيه انتاج ماده اساسيه للحياه. اكتشفوا انه الجين الرمادي ينتج هذه الماده بكميات كبيره، بينما الأصفر ينتجها بكميات ضئيلة. إذن الأصفر ينتج مادة الحياة، مادة ضرورية لانقسام الخلايا ونمو الفرد، هذه ينتجها بكميات قليلة، ولكن الرمادي ينتجها بكميات كبيرة. نشوف الآن مع بعض إيش ليش اللي بيموت. A capital Y، A capital Y هذا أصفر نقي، عنده أصفر مع أصفر وعنده مادة الحياة قليلة لأنه عنده الاثنين A capital Y A capital Y صح؟ فبالتالي أصفر نقي تكفي شوية أثناء نمو، يعني لما ينمو جسمه شوية بيحتاج لمادة أكثر من هذه مادة الحياة، يعني تزداد حاجته لهذه المادة فبتبطل تكفي فإيش يموت. نشوف الثاني A capital Y A capital، هذا أصفر عنده جين اللون الأصفر السائد مظهري، لكن عنده جين الرمادي اللي بيسود في إنتاج مادة الحياة، فبتكون أصفر يعيش لأنه عنده مادة الحياة. A capital A capital هذا رمادي طبعا ويعيش لأنه عنده له الجين تبع مادة الحياة متوفر بصورة سائدة بصورة نقية. فنشوف التزاوجات الآن اللي عملناها على الشكل التالي عشان نفسر اللي هو ليش مات الأصفر. الشكل الذي يلي الصورة مباشرة في عند التزاوجات
اللي هي الموجودة. فيا ريت نشوفها مع بعض. احنا عندنا الجينات القاتلة. الجينات القاتلة طبعا هي الجينات القاتلة، مش مشكلة الآن لو شفنا الآن كيف الأفراد، مش مشكلة احنا بنعملها. احنا زوجنا اللي هو رمادي. نعم مش هذا الصورة. لا طلعوا، لا خلاص مش مشكلة، لا خلاص مش مشكلة. رمادي مع رمادي هاي A كابيتال و A كابيتال، أعطاني A كابيتال A كابيتال. أصفر مع رمادي A كابيتال A كابيتال كابيتال Y A كابيتال، حيعطينا ها A كابيتال، فهاي A كابيتال Y A كابيتال A كابيتال A كابيتال، هاي أصفر إلى واحد رمادي. اللي حصل المشكلة هان أصفر مع أصفر A كابيتال Y A كابيتال مع A كابيتال Y A كابيتال، هيعطيني A كابيتال Y A كابيتال Y A كابيتال Y A كابيتال A كابيتال Y A كابيتال A كابيتال A كابيتال. قلنا هذا أصفر نقي يموت، عند اثنين أصفر إلى واحد رمادي. نعم. إذا هذا تفسير ليش مات اللي هو الفرد الرمادي النقي. هان هذا السبب، الفرد الرمادي النقي مات. طيب هذا تفسير موجود. الآن أنا بهمني في حل الأسئلة، كيف بدي أحل الأسئلة على حالة الجينات القاتلة. نعم. تعريف الجينات القاتلة هي جينات طفرة سائدة أو متنحية. فلاحظ عزيزي الطالب أنه جينات طفرة سائدة أو متنحية معناته أنا بدي أكون أزاوج فردين غير نقيات. لو استخدمت A كابيتال Y و A كابيتال Y رمز أو A كابيتال A سمول بيمشي الحال. فلما أزاوج هذه الأفراد مع بعض فردين غير نقيين حيعطيني A كابيتال A كابيتال A كابيتال A سمول كابيتال A سمول A سمول A سمول. هذه الأفراد اللي أنا أحصل عليها من تزاوج فردين غير نقيين. طيب الآن مدام جينات قاتلة اللي هي جينات طفرة سائدة ومتنحية، في الجينات القاتلة يا بده يموت السائد النقي، وفي هذه الحالة بسميها جينات قاتلة سائدة مظهريا، أو أنه بده يموت المتنحي النقي، وفي هذه الحالة بسميها جينات قاتلة متنحية. فإذا اللي بيموتها يا السائد النقي يا المتنحي النقي، ولكن مش الاثنين مع بعض. طيب إذا مات السائد النقي، خلينا نقول حالة جينات قاتلة سائدة، خبينا السائد النقي ومات، حتظهر الأفراد اللي عايشة معي بنسبة 2 سائد لواحد متنحي. حيكون معي 2 سائد إلى واحد متنحي. إذا ظهرت النسبة 2 إلى واحد اعرف أنه احنا في حالة جينات قاتلة سائدة بدموت السائد النقي. طيب افرض أنه جينات قاتلة متنحية، يعني هذا المتنحي هو اللي بده يموت، خبينا المتنحي، الأفراد اللي عاشت حتكون بنسبة 3 سائد إلى 0 متنحي، فيش شيء متنحي عاش. طبعا ما حل الأسئلة إن شاء رب العالمين، حلنا سؤالين حنكتشف إلا هو كيف بنطبق. أما المهم 2 إلى 1 جينات قاتلة سائدة، 3 إلى 0 جينات قاتلة متنحية. ناخذ لنا سؤالين ونشوف مع بعض إن شاء الله، بناخذهم بعد فاصل قصير إن شاء الله. إن شاء الله بنكتبهم إن شاء الله. تابعونا أعزائي المستمعين والمتابعين عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية في برنامج أنا توجيهي بعد هذا الفاصل القصير.
أهلا بكم أعزائي من جديد في برنامج أنا توجيهي ومراجعة سريعة لمادة العلوم الحياتية مع الأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ إبراهيم دعيج. أهلا بك مرة أخرى. تفضل كمل. الجينات القاتلة. نكمل موضوع الجينات القاتلة. طبعا نشوف المثالين. نحن قلنا جينات قاتلة سائدة ومتنحية. نعم. سائدة مظهريا إنه الأفراد بموت ربع الناس، الأفراد العشرة تكون طرزين شكليا، طويل قصير أحمر أبيض أصفر أخضر إلى آخره. جينات قاتلة متنحية بموت ربع النسل، والأفراد اللي بتعيش بتكون بطرز شكلي واحد، لأن المتنحي المختلف عنها مات فبيظل العاش كله سائد. نشوف مثلا سؤال. وضعت أنثى طيور 20 بيضة فقص منها 15، إذا ربع النسل مات. مدام ربع النسل مات بنقول جينات قاتلة، فبقول بما أن ممتاز، هذا كلها سألة امتحان طبعا. بما أن ربع النسل مات إذا جينات قاتلة. نكمل. طب الآن أنا بدي أشوف اللي عندي، هل هي بطرز واحد ولا بطرزين عشان أحدد جينات قاتلة سائدة ولا متنحية. باجي بقول أنا عندي 20 فرد، 5 مات، ظل 15 عاش. الـ15 العاش قالنا ثلثينه يعني 10 طويل الرقبة و5 قصير الرقبة، يعني 2 إلى 1، 2 سائد إلى 1 متنحي. على طول مباشرة نسبة 2 إلى 1 جينات قاتلة سائدة. فالطالب طبعا لازم يعرفها. الأبوين لازم يكونوا الاثنين سائدين غير نقيين. بعدين اللي نسبته 2 بيكون هو السائد. ما واحد بيقول لك كيف بدي أعرف مين السائد والمتنحي؟ دائما احنا نقول 2 سائد إلى 1 متنحي. فالطول هو السائد. بدنا نرمزها مثلا، تحب تستخدم A capital T A capital مع A capital T A capital. نعم. هاي قامطات. نيجي نزاوج. هاي عندي A capital A capital. طبعا احنا قلنا جينات قاتلة سائد، السائد النقي بموت، هذا طويل نقي يموت. هاي عند 2 طويل يعيش الى 1 قصير يعيش. اذا هذه هي حالة الجينات القاتلة السائدة. فاذا اكتشفنا جينات قاتلة اللي هو ايش؟ بتكون جينات قاتلة سائدة مظهريا طبعا. نعم. نيجي على اللي هو السؤال الثاني، نشوف مع بعض. وضعت أنثى خنزير 20 فردا، كان من بينها 5 أفراد أطرافها الأمامية متورمة، عاشت لبضع ساعات ثم ماتت، فسر وراثيا. إذا أنثى وضعت 20 فرد، 5 أطرافها متورمة ومشوهة، عاشت شوي وماتت. نيجي نشوف نقول. ها طبعا أول شيء بنقول بما أن ربع النسل مات إذا جينات قاتلة. بدنا نفسر الآن جينات قاتلة سائدة ولا متنحية. باجي بقول عندي 20، خمسة متورم مات، ظل عندي 15 طبيعي عاش. ما قسمت الأفراد الطبيعية إلى قسمين، قلنا أسود لأبيض طويل وقصير إلى آخره، بس اللي هو إيش طبيعي، يعني بطرز واحد. المختلف مات، الإيش الطبيعي عاش. معناته حالة جينات قاتلة متنحية. بما أن الأفراد الحية طرز شكل واحد بنسبة 3 سائد إلى 0 متنحي، بتكون جينات قاتلة إيش متنحية. فباجي بزوج مثلا A مثلا R كابيتال مع A R مع A أو أي رمز نختل. ما استخدمنا A كابيتال و A سمول بيمشي الحال. نعم. بنختلفش على الرموز. هاي زوجنا. قلنا جينات قاتلة متنحية معناته هذا متورم يموت، هذا كله 3 طبيعي يعيش. إذن هذا بالنسبة لموضوع الجينات القاتلة. شفنا أنه ربع الناس اللي بيموت بدأ شرطارت أحدد جينات قاتلة سائدة ولا متنحية، موت السائد النقي ولا المتنحي النقي. كل أسئلة الجينات القاتلة جميلة. جميل إن شاء الله. ننتقل على الموضوع اللي بعده اللي هو الآليلات المتعددة.
المهم ما يحتارش في أي رمز ويبدأ يعود. بالضبط الرموز إحنا ما بنختلف عليها. المهم يعرف إنه نقول لهذه حالة جينات قاتلة، جينات قاتلة سائدة أو متنحية، بس هاي اللي إحنا بنطلبه من الطالب. نيجي على موضوع الأليلات المتعددة. طبعا هي حالة وراثية. هذه الحالة الوراثية يكون للصفة أكثر من زوج من الأليلات من الجينات، ولكن نصيب الفرد فقط زوج واحد. نشوف المثال وبعدين طبعا بنطبق مع بعض. عندي احنا فصائل الدم. لو جينا على فصائل الدم، أول ما تتكون طبعا في نخاع العظم، مثال على الأليلات فصائل الدم، تحاط بطبقة من البروتين السكري. في ناس اكتشفوا انه في عندهم طبعا انزيم بسميه انزيم ايه. انزيم ايه بيجيب جزيئات سكر معينة وبيضيفها على طبقة البروتين السكري، فبيكون في هذا الحالة لما يجيب جزيئات السكر ويحطها بيكون بروتين سكري او مولد ضد بسميه ايه. في ناس اكتشفوا عندهم في انزيم من نوع ثاني بسميه انزيم بي، هذا بيجيب جزيئات سكر مختلفة عن النوع الأول من نوع ثاني وبيركبها على بروتين السكري هان بعد ما يتم تصنيع خلايا الدم الحمراء، فبينتج بروتين سكري مولد ضد من نوع بي. في ناس اكتشفوا عندهم الإنزيمين، إنزيم A وإنزيم B. الإنزيم A بيجيب جزيئات السكر تبعته بيحطها، وإنزيم B بيجيب جزيئات السكر تبعته بيحطها، فبينتج عندي في هذه الحالة مولدي الضد الـ A والـ B. وفي ناس اكتشفوا انه فيش عندهم ولا انزيم، فبالتالي لا بستطيع اضيف جزيئات السكر لا من النوع الاول من النوع الثاني. نعم. طيب الان لما اجوا اكتشفوا انه في قليل اسمه IA، هو اللي بينتج ومسؤول عن انتاج الانزيم A، بشفر اللي هو الانزيم A بينتجه. وفي ناس اكتشفوا عندهم في قليل جين اسمه IB، هو بيشفر الانزيم الثاني. طيب في ناس اكتشفوا عندهم الاليلين الاي اي والاي بي، كل واحد بيشفر الانزيم تبعه طبعا، فبالتالي بتم اضافه نوعين من البروتين السكري. وفي ناس اكتشفوا عندهم انه في عندهم الاليل متنحي اي سمول، فبالتالي لا بستطيع انتج لا الانزيم الاول ولا الانزيم الثاني. فاذا اي اي بشفر انزيم اي فبيضيف جزيئات السكر الاولى، انزيم بي والقليل اي بي بشفر الانزيم بي. طب موجود رسمه عندنا، طبعا موجود الان حنتطرق لها بس على اساس نفسر بعض الشغلات. اذا وجد الانزيمين معا فانه انا بانتج البروتينين السكريين، اذا وجد قليل اي سمول لا بستطيع انتج لا الا هو الانزيم الاول ولا الانزيم الثاني. فتبقى خلايا الدم، يا ريت نشوف الشكل. نعم شكل تبع فصائل الدم. طبعا هذا توضيح على اساس نشرح برضو عليه. نعم. انه في عندي انا أربع فصائل للدم. إذا وجد الأنتج المولد ضد البروتين السكري A بتكون فصيلة الدم A. طبعا الأليل IA يسود سيادة تامة على I small، فالشخص الفصيلته A بيكون طرزه الجيني يا IA IA يا IA I small. اللي فصيل الدم B عنده بروتين سكري النوع الثاني سميناه B زي ما احنا شايفين في الشكل في الرسم المقابلة. فأيضا الأليل IB يسود سيادة تامة على I small، فالشخص الفصيل الدم B يا بيكون IB IB يا IB I small. في عندي حالة سيادة مشتركة بين IA و IB. طب إيش السيادة المشتركة هذه؟ السيادة المشتركة أنه هذا حالة وراثية إذا اجتمع فيها أليلان فإن كل منهما يسود سيادة تامة، مش زي قصة السيادة غير التامة أنه تظهر صفة وسطى، لا كان كل واحد بيسود لحاله. فأحنا بنلاحظ أنه عندي الأنتجن A أو مولد ضد A موجود لحال على شكل مثلث، والأنتجين بي على شكل دائرة موجود لحال. هذا بسميها سيادة مشتركة، أنه كل أليل أو كل جين أظهر صفته بشكل مستقل عن الآخر. الأو زي ما احنا عارفين فيش عنده لا مولد ضد لا من نوع A ولا من نوع B طبعا، وهذا متنحي لأنه الآي A والآي B بسودن عليه، فطرز الجيني آي سمول آي سمول. إذن هذا بالنسبة للسؤال. ننتقل مع بعض الآن على حل أسئلة. نشوف مع بعض حل أسئلة والتمارين على اللي هو موضوع الأليلات المتعددة. بس نشوف أنا في عندي طبعا مخطط نقل الدم حسب نظام ABO لازم أكون عارفه.
طبعا هذا قاعدة نقل الدم أو مخطط نقل الدم نركز فيها. الأو كريم نعم. معطي عام بيعطي A و B و A B بيأخذ وبيعطي من نفسه. الA فصيلة الدم A بتاخذ من O بتعطي A B. نعم. فصيلة الدم B بيأخذ من O وبيعطي A B. الA B أنا بخيل هذا بالضبط بياخذ من الكل لكن ما بيعطي لنفسه. نعم كمان مرة كمان مرة. معلومة للناس كمان. أيوة أكيد إنه الأو هو معطي عام طبعا هم في اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف نعم. معاهم موجودة في الفصل الثالث من الوحدة الرابعة إنه في قواعد أيضا لازم نراعي العامل الرايزن سواء لكن إحنا بنقول حسب نظام A B O. نعم. الأو بيعطي A وبيعطي B وبيعطي A B وبياخذ وبيعطي من نفسه. نعم. فصيلة الدم A تأخذ من O طبعا وبتعطي A B وبتاخذ وبتعطي من نفسها. ال B بياخذ من O طبعا وايش وبيعطي A B. نعم. ال A B زي ما قلنا مستقبل عام بياخذ من جميع الفصائل لكن ما بيعطي لنا بيعطيش بخيل, بخيل جدا انا بخيل من اسمها انا بخيل تمام. فطبعا هو مستقبل عام O كريم نعم وال A B طبعا لو ايش بخيل. نشوف الان لنا سؤال صغير هيك جميل. لو قلنا تزوج شاب فصيلة دمه A من فتاة غير محددة الفصيلة وأنجبا طفلا فصيلة دمه O لم تنجح عملية نقل الدم من الزوجة إلى زوجها حدد فصيلة الدم الزوجة هذا واحد اثنين الطرز الجيني للآباء والأبناء. باجي طبعا بقول أنا عند الشاب فصيلة الدم A الزوج على طول فصيلة دمه إلا هو. طب الـ A يا IA IA يا IA I small نعم. طب أنا إيش اللي بخليني أحدد باجي بقول أنجبا طفلا فصيلة دمه O يعني I small I small مدام خلفه O لازم يأخذ I small من أبوه I small من أمه فبالتالي بده يكون الزوج IA I small على أساس أنه خلف O. طيب نيجي الآن على الزوجة المشكلة عند الزوجة ما اعطانيش فصيلة الدم الزوجة بس الزوجة لازم يكون عندها اي سمول لازم اجباري يكون عندها اي سمول. طيب الان نشوف ايش القاعدة الاي سمول موجودة في A وموجودة في O وموجودة في B نعم. طب بدي اشوف ايش فصيلة الدم الزوجة قلنا لم تنجح عملية نقل الدم من الزوجة الى زوجها. طب باجي بقول لو كانت الزوجة A طب ما هو الA بياخذ وبيعطي من A معناته مش A شطبنا على A. طيب لو كانت الزوجة O الأو بيعطي A وقالنا الزوجة ما أعطتش زوجها نعم. فبالتالي طبعا مش O إيش ضل عند الوحيد اللي بيعطيش إلا هو A وفي عنده I small طبعا إلا هي فصيلة الدم B فبيكون نعم. الزوجة I B I small. نيجي نشوف الجاميطات الآن هذه B على الجاميطات هاي I A و I small I B I small. الاف اي 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 بي اي 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 سمول اي بي اي سمول اي سمول اي سمول هاي اي بي هاي فصيلة الدم اي هاي بي وهي او. إذا هذا بالنسبة له اللي هو حل الأسئلة على فصائل الدم بس بدي أعرف الآلية المتعددة كيف أنا بستدل عليها أستاذ ماهر نعم. إنه أول شيء وراثة فصائل الدم الحاجة الثانية إنه ظهور الأفراد بأربع طرز شكلية نعم. عنده طرزين أبويين بشبه الآباء طرز مشترك بيحمل صفتي الأبوين وطرز متنحي ما له علاقة بصفتي الأبوين. لو أخذنا مثال صغير بس غير فصائل الدم طبعا فصائل الدم بنوظف المخطط وبنوظف اللي هو طبعا الجدول فبنحل أي سؤال على فصائل الدم أعتقد أنه فيش فيها صعوبة بالنسبة للطلاب. لو أخذنا مثال
يمكن اليوم استاذ الفحص قبل الزواج اليوم ساعد الناس على التقليل من حده التشوهات وما شابه ذلك. طبعا يعني هو احنا عندنا مرض منتشر اسمه مرض التلاسيميا. واحنا في منطقتنا هذا المرض منتشر فبيعملوا فحوصات للتلاسيميا. لازم نعمل بالنسبه برضه للموجب والسالب قبل الزواج يفضل لانه برضه هذا بيعمل مشاكل اثناء الحمل والولاده. اكيد فيعني برضه اللي هي افادت التلاسيميا ما هو احنا عارفين يعني هذا مرض خلايا الدم الحمراء بتتكسر قبل موعدها، يعني هي دوره حياتها 120 يوم. نعم. تقعد حوالي 10 15 يوم بعدين ايش بتتكسر. يقل عدد خلايا الدم الحمراء عند الإنسان. هذا بسبب أنه في خلل في تكوين الهيموغلوبين تبع الدم عند الأشخاص هذول، فطبعاً بيصير عندهم فقر دم، بيحتاجوا نقل دم بصورة شهرية، إجراءات شهرية. طبعاً هذا بيهلك العائلة، بيهلك الدولة، وإذا كان فصيل الدم نادرة زي أو سالب مثلاً بيغلب أهله بنشي، وعادة بيموت يعني قبل سنة 14-15 سنة عادة يعني مش دائماً. فبالتالي كيف هم قللوا؟ أنه إجوا قالوا اعملوا فحص. إذا كان كل الأبوين اذا الزوج يعني بقول لك روح اعمل للزوج، اذا كان الزوج اي كابيتال اي كابيتال يعني مش حامل لجين المرض بيعقد له القاضي بمشي. لكن اذا كان اي كابيتال اسمه الحامل لعامل المرض بقول له جيب خطيبتك. اذا كانت اي كابيتال اي كابيتال بيعقد، لكن اذا كانت حامل لعامل المرض طبعا ما بيرضوا لانه احتمال انهم يخلفوا طفل مصاب. هذا فعلا يعني اراح كثير عائلات وقلل من اللي هي الظاهرة في حاله اصروا على هذا الموضوع فهم يتحملوا بتحمل المسؤوليه. بحس عاده حتى ما بيعطوهم الفرصه انهم يتحملوا المسؤوليه كثير، ولكن احيانا بيصير شوي هيك لف وشي. ربنا يوفق الجميع. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، امين. طيب نشوف الان في نوع من النباتات أجري تزاوج بين نبات أحمر الأزهار مع نبات أصفر الأزهار فكان الناتج بنسبة 1 أحمر إلى 1 برتقالي إلى 1 أصفر إلى 1 أبيض. فسر. طبعا هذا زي قصة فصائل الدم. نعم. احنا تو قلنا في عندي 4 طرز شكلية، طرزين أساسيين زي الآباء. نعم. طرز مشترك وطرز متنحي. هذه الحالة بتنطبق منها تماما بالضبط. أنا زوجت نبات إلا هو أحمر الأزهار مع نبات أصفر الأزهار، فظهر معي أحمر وأصفر، وظهر معي برتقالي له صفة مشتركة، وظهر معي أبيض، معناته أليلات متعددة، وبشبهها بفصائل الدم تماما. فباجي بقول الأحمر IR مثلا أحمر، IY أصفر، البرتقالي بدي يجمع الاثنين مع بعض IR وIY هذا برتقالي طبعا، والآي سمول هو الأبيض. فباجي بقول أصفر على أساس خلفه أبيض لازم يكون اللي هي إيش غير نقي سائل مع IR I small. لو جينا زوجناها حيطلع معي IR IY IR I small IY I small و I small I small. نعم. هاي عندي برتقالي، هاي أحمر أصفر، وهاي أبيض، هاي بنسبة 1 إلى 1 إلى 1 إلى 1. طبعا هيك بتظهر معنا اللي هي إيش النسبة. نعم. هذا طبعا بالنسبة للأليلات المتعددة. نيجي بشكل سريع فيما تبقى من الوقت ناخذ الصفات المرتبطة بالجنس، ما هي يعني الصحيح، هذه مهمة جدا جدا جدا، وأسئلة الامتحان عادة اللي هي ما بتخلو منها، بس هي بتشمل حالات قبلها، فبالتالي لازم نكون عارفين الحالات اللي قبلها عشان نعرف نحل المرتبطة بالجنس. طبعا عندي الصفات المرتبطة بالجنس صفات محمولة على الكروموسوم الجنسي إكس الجينات تبعتها. الواي ما بيحمل في الإنسان صفات مرتبطة بالجنس، احنا يعني هذا شرحها بتطلب وقت كثير، ولكن الطالب عارف انه الجينات المرتبطة بالجنس هي محمولة على اكس، حيث واي لا يحمل جينات مرتبطة بالجنس. فلو جينا مثلا مرض نزف الدم اللي هو الهيموفيليا، هذا طبعا انا عندي 12 زوج من العوامل موجودة، لما الواحد ينجرح بيسكر جرحه بتجلط، صح ولا لا؟ نعم. طب ايش اللي بيصير؟ انه في 12 زوج من العوامل بتعمل بشكل متسلسل، اول بيعتمد على الثاني على الثالث على الرابع على الخامس الى اخره. طب لو غاب واحد من السلسلة هل يعني الموجودة ال 12 زوج، هل خطوات تجلط الدم تكتمل؟ نعم. طبعا لا، لانه انا عندي زي سلسلة مثلا. نعم. سلسلة ب 12 عقلة بصير خلل. لو اجينا نعم. نرفع ثقل مثلا على الطابق الثاني وعند السلسلة
ها ب 12 عقله، رحنا قطعنا واحده من هالسلاسل هذه، هل الثقل اللي الحمل بنقدر نطلعه على الطابق الثاني؟ لا طبعا لا. فهنا بالضبط نفس ليش انا عندي 12 زوج من العوامل كلها بتعتمد على بعضها، لو غاب واحد منهم تجلط الدم لا يكتمل. ليش؟ معهم في الوحده الرابعه انه في انزيم اسمه بروثرومبين غير نشط ما بيتحول لثرومبين، وهم عارفين اللي هو كيف بيؤدي عمله. جميل. طيب فالعامل رقم 9 محمول على الكروموسوم الجنسي اكس، فبالتالي هذه صفه متنحيه مرتبطه بالجنس. جين عدم الاصابه اتش كابيتال يسود على الإصابة H اسمه. لو إجانا قلنا نشوف الآن كيف اللي هو الجدول للأشخاص المصابين والأشخاص السليمين من المرض. نعم. لو قلنا هاي مصاب، هاي سليم، هاي ذكر وهاي أنثى. الذكر المصاب XH small y، الذكر السليم يكون X H capital Y، الأنثى المصابة على أساس هي عندها إكسين، الأنثى السليمة يا بتكون سليمة نقية يا بتكون حاملة لعامل أو لجين المرض. نعم. فهذا بالنسبة ل وما ينطبق عليه ينطبق على عمل ألوان، وينطبق على له عسر النمو العضلي، وينطبق على لون عيون ذبابة الخل، كثير صفات مرتبطة بالجنس. نأخذ مثال صغير. سؤال: تزوج شاب غير محدد بالنسبة لنزف الدم، مش عارف هو سليم ولا مصاب، من فتاة سليمة من المرض وأنجبا بنتا مصابة بالمرض، حدد صفة الأب بالنسبة للمرض، الطرز الجيني والشكلي للأبناء. طيب باجي بقول أنا عندي الرجل ما هو على طول مباشرة إكس واي، مدام صفة مرتبطة بالجنس، الأنثى هذا ثدييات إنسان بحط إكس إكس. طيب نيجي الآن الذكر يا إما مصاب يا سليم، فيش حل وسط. طب أنا كيف بدي أحدد من الأبناء؟ دائما الأبناء هم بيخلونا أحدد. قال أنجبوا إلا هو بنت مصابة بالمرض، هذه البنت اللي خلفوها. البنت اللي خلفوها بدها تأخذ البنت إكس من أبوها وإكس من أمها، فبالتالي إيش بده يكون الأب؟ إكس أتش كابيتال ولا إكس أتش سمول؟ إكس أتش سمول عشان يخلف بنت مصابة. إحنا اتفقنا البنت المصابة بتأخذ واحدة من الأب وواحدة من الأم. فعلى أساس إنه الرجل هذا يخلف بنت مصابة لازم يكون إكس أتش سمول. قالنا الأنثى سليمة، طب السليمة يا سائدة نقية بتكون حامل العامل المرض، بس على أساس إنها كمان خلفت بنت مصابة بدها تكون H capital H small. إذن من الأبناء أنا دائما إيش بأحدد. فنشوف الآن مع بعض إيش اللي بيصير معانا. هاي X H small، هاي Y، هذه B، هذه الجاميطات X H capital X H small. نيجي نشوف الأف X H capital X H small X H small X H small capital Y و X H small Y. هاي أنثى سليمة حاملة لعامل المرض، أنثى مصابة، ذكر سليم وذكر مصاب بالمرض. إذن هذا إيش الأسئلة اللي بتتعلق بنزف الدم وعسر النمو العضلي إلى آخره. نشوف لنا بس الصفة كيف نتعامل مع المرتبطة بالجنس في حالات أخرى. نعم. دقائق بس نشوف لنا طبعا. لو قلنا إلا هو سؤال في نوع من الدجاج صفة لون الريش مرتبطة بالجنس، أجري تزاوج بين ذكر أسود الريش بي كابيتال مع أنثى بيضاء
فكان الناتج كما يلي: نص الذكور اللي هو أسود ونص الذكور أبيض، نص الإناث أسود إلى نص، طبعا هذا ذكور، نص إناث أبيض. حدد الطرز الجيني للآباء والأبناء. باجي بقول مدام هو قال لي صفة مرتبطة بالجنس، ولو ما قال ليش، مدام قسم الأبناء الناتجة لذكور وإناث بعرف أنها مرتبطة بالجنس على طول. إذن هنا هو قال لي ريحني، لكن لو ما جاب ليش سير إلا هو أنها مرتبطة بالجنس، ولقيت الأبناء مقسمة لذكور وإناث، معناته إحنا بنحكي على الكروموسومات الجنسية. طب بس لازم الطالب هنا إيش يحدد يا أستاذ ماهر؟ بيغلطوا كثير في النظام الكروموسوم الجنسي. في الإنسان الثدييات، لما أقول ثدييات يعني إلا هي أغنام، ماشية، قطط، تمام، أرانب، هذه إلا هي ثدييات. النظام الكروموسوم الجنسي XY، الذكر XY والأنثى XX، لكن هذه طيور، الطيور عكس الإنسان، الأنثى هي XY والذكر هو XX. فعلى أساس أنه ما تلخبطش بينها وبين اللي هو الإنسان، اتفقوا أنهم يطلقوا على الأنثى ZW على XZ وعلى YW. فالإناث مدام هذه طيور، الدجاج هي طيور، فبالتالي بقول عندي الذكر ZZ الأنثى ZW. قال لي الأنثى بيضة، الاتجاه حتى نتغير أستاذ، الاتجاه تغير قلت أكيد ما احنا عشان بنحط الاتجاه عشان يطلع معنا الإناث وراء بعض والذكور وراء بعض، مش مشكلة لو حطينا هذا وهذا مش بمشي يعني أكيد طبعا. هاي بي كابيتال، طبعا الذكر يا بي كابيتال، أسف، الأنثى بي سمول لأن أنثى بيضاء، الذكر يا بي كابيتال بي كابيتال يا بي كابيتال بي سمول. فهو قالنا على أساس أنه خلفوا ذكور بيضاء زد بي سمول زد بي سمول، فبالتالي الذكور لازم تكون سائدة غير نقية. إذن الأنثى بيضاء، الذكر أسود. طب لما نيجي نزاوج هذه بي، ناخذ القاميطات زد بي سمول دبليو زد بي كابيتال زد بي سمول. هاي الاف زد بي كابيتال زد بي سمول زد بي سمول زد بي سمول زد بي كابيتال دبليو زد بي سمول دبليو. هاي ذكور سوداء، ذكور بيضاء، اناث سوداء، إناث بيضاء. إذن هنا طبقت معنى إيش اللي هي النسبة كما اللي هو إيش إحنا ملاحظين، تمام؟ نعم. هذا إذن بالنسبة للمرتبطة بالجنس. طبعا فيها اشتقاقات كثيرة، يعني أنه ممكن ندمج جينات قاتلة مع الصفات المرتبطة بالجنس، ممكن ندمج سيادة غير تامة تكون محمولة على كروموسومات الجنسية إكس، ممكن حتى آليلات متعددة وندمجها مع المرتبطة بالجنس، ممكن يجينا صفات أخرى إلا هي مرتبطة بالجنس، ولكن طبعا لازم إلا هو في كل صفة إلها آلية معينة لو إحنا إيش نتعامل معه بالحدث. جميل جدا، يمكن هيك يعني أشملنا بشكل سريع جدا بعض الملاحظات، بعض الوحدات، بعض الاستفسارات. طبعا في حاجة معينة ضايل بدك تضيفها أستاذ؟ والله يعني أنا بالنسبة للمتأخرة في 5 دقائق يعني، يعني بدنا نعرف إنه الطالب فيه إلا هي صفات أخرى متأثرة بالجنس. نعم. في المتأثرة بالجنس يعرف إنه مثلا بس اللي بهم إنه بي كابيتال بي سمول بيختلف الطرز الشكلي في الذكور عنه في الإناث. نعم. مثلا الذكور اللي هي بتكون مثلا بي كابيتال بي سمول هيك زي حكايتنا مثلا صلع، البي سمول بي سمول أو الإناث بتكون طبيعة الشعر. نعم. إذا بي كابيتال بي سمول بتكون الإناث إلا هي طبيعة الشعر، لكن الذكور إيش مالها صلع، لكن بي كابيتال بي كابيتال ذكور وإناث صلع، بي سمول بي سمول ذكور وإناث طبيعة الشعر. في الموضوع اللي بعده ارتباط الجينات. نعم. ارتباط الجينات لسه ما حكناش عن العبور. ارتباط الجينات التام إنه الصفتين بيكون المحمولات على نفس الكروموسوم، فبالتالي كونهم محمولات على نفس الكروموسوم تورث وكانهم صفة واحدة. نعم. تنطبق عليهم معا نسبة قانون مندل الأول لصفة واحدة. فإذا لقيت أنا السؤال بتحدث عن صفتين، نعم، وكان أحد الأبوين سائد غير نقي والثاني متنحي، بتكون نسبة الأبناء 1:1. إذا كان كلا الأبوين للصفتين سائد غير نقي وظهرت النسبة 3:1، برضو بعرف أنه ارتباط جينات تام. جميل جدا. بالنسبة للعبور، العبور أصل موضوع الواحد يستدل عليه، أنه سؤال بتحدث عن صفتين
تظهر الأفراد بأربع طرز شكلية. الأفراد الناتجة، الأبناء الناتجة بأربع طرز شكلية. طرزين أبويين، اثنين بشبه الأب، وهذول إيش بتكون يا أستاذ ماهر؟ نسبتهم عالية. يعني بيكون مثلا 40% 40% أو 45% 45% بيحمل الطرز الأبوي. جميل. الأفراد اللي بتختلف عن الأب والتركيب الجديدة بتكون نسبتها قليلة. طبعا طالب بيستفسر ليش؟ طيب بنقول له لأنه احتمالية حدوث العبور بتكون قليلة. يعني إذا عندي مثلا 2000 اللي هي بويضة بيصير بس في 300 400. نعم. عشان هيك بلاقي نسبة الأفراد اللي بتحمل الطرز الجديدة بتكون اللي هي إيش؟ قليلة. هذا طبعا إجمال لموضوع الوراثة اللي احنا اتناولنا بالتفصيل إن شاء الله. كل احترام لك ولحضرتك. طيب سؤال يعني خارج عن الإطار. يعني ما جاكش عمر حدا قال لك أنا والله بدي أتزوج واحدة إيش لون عينيها عشان أجيب بدي مثلا هيك أو هيك؟ ولا أنت عملت هاد الشغلة؟ والله يعني في منه هالكلام. انا برضو غيرت يعني ما اخذت الكلام الرسول غرب المكياح. فبتصير احيانا صحيح يعني بعدين بنواجه مرات مشاكل يعني في حتى في اجابات الطلاب الاسئله يعني انا زي زوجتي بتقول لي يعني احنا خلفنا 3 قمحيين 2 قمحيين 1 اسود. هي زوجتي قمحيه فبقول لي خلينا نخلف يمكن نجيب عليهم خضار شجر شغلات ممكن يعني بالتهجين بصير بصير بس انا ما بنصحك ما بنصحكش تخلف. طيب حياك الله، سعداء بتواجدك معنا أهلا وسهلا بك، شرفنا أنت فيك. وأكيد يعني خبرتكم في هذا المجال وإن شاء الله بتوجهاتكم ويعني كونوا حنينين على الطلاب في تصليح المواد. شكرا لوجودك معنا وأهلا وسهلا بك مرة أخرى. شكرا لتشريفك طبعا بك وبجميع أبنان الطلبة وبطاقم اللي هي قناة أمواج. حياكم الله. إلى هنا أعزائي الطلاب ومتابعي قناة وإذاعة أمواج الرياضية، في كنا وإياكم في برنامج أنا توجيهي وتكلمنا في مادة الأحياء، على أمل أن ألقاكم الأسبوع القادم من الاثنين حتى الخميس الساعة 4 عصر. كونوا على الموعد. هذه تحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية جامعة فلسطين.